من أسئلة الكتاب شابتر 7 question 53 A lightweight pallet has a load of 10 identical cases of tomato paste each of which is a cube of length L. Find the center of gravity in the horizontal plane so that the crane operator can pick up the load without tipping it. التين بوكسس اللي على البالت ممكن نقسمهم 3 cases فوق بعض معروف لهم السنتر اوف ماس و 4 cases ليهم سنتر اوف ماس معروف و 2 cases. احنا عايزين هوريزونتال بلين ما يهمناش الفيرتيكال في اتجاه الزد. عندنا كمان 1 كيس نرسم الاكس واي بلين اتجاه الاكس واتجاه الواي. اول 3 باليتس او اول 3 كيسز على البالت هنا كده، وفي عندنا الفور كيسز وتو كيسز وان كيس، وعندنا السنتر اوف ماس هنا في 3M 4M وهنا 2M واخيرا 1M، ومعروف كل سنتر اوف ماس في نص المسافة، يعني هنا هاف بوينت هاف ال والمسافة دي ال، هنا هاف ال نفس الشيء، ده في اتجاه الاكس وده ال بلس ال يبقى 2L. اتجاه الاكس خلصنا، اتجاه الواي هاف ال وهنا ال بلس هاف ال يبقى 1.5L، واخر بوكس ال بلس ال بلس هاف ال يبقى 2.5L. نحسب ال x center of mass equals sigma mass في ال x على sigma mass، وبالتالي equals عندنا في اتجاه ال x 3m في half ال، وعندنا 4m في 2L، وعندنا 2M في L، وآخر بوكس 1M في هاف L. تقسيم مجموع الويتس أو نقول الماسس يبقى 10M كلهم 10 بوكسز equals هضرب 3.3 times 0.5 يعني 1.5 plus 4 times 2.8 plus 2 plus 0.5، كل ده اقسمه على 10 يديني 1.2، الام تروح مع الام يتبقى لنا ال. ده في اتجاه الاكس دايركشن. في اتجاه الواي دايركشن اكس لا واي للسي ام سيجما الام في الواي تقسيم سيجما الام equals نفس الماسس 3M و 4M و 2M و 1M.
على 10M. الـ 3M مضروبة في 0.5 L. الـ 4M مضروبة نفس الشيء 0.5 L. الـ 2M في 1.5 L. والـ 1M 2.5 L. نضرب 3 times 0.5 1.5 plus 4 times 0.5 2 plus 2 times 1.5 3 plus 1 times 2.5 يعني 2.5. كل الكلام ده تقسيم 10 يديني الـ M، تروح مع الـ M يديني 0.9 L. يبقى السنتر اوف ماس على بعد 1.2 L في اتجاه الـ X direction، 0.9 في اتجاه الواي دايركشن. لما يجي نرفع البالت نعمل بيك اب للبالت على بعضها من السنتر اوف ماس، فالبالت ما تملش لا يمين ولا يسار قدر الممكن.